من أكبر بطولات العالم على مستوى المنتخبات، ودائما ما كانت تقدم الكثير من النجوم في القارة السمراء. في عاصمة الحضارة نتواجد وإياكم اليوم من واحد من أبرز ملاعب أوروبا على الإطلاق، ملعب استضاف الكثير من الأحداث الرياضية الهامة، ودائما ما كان فيه أجواء خيالية عندما يستضيف المباريات. الأولمبيكو، وما أدراك ما الأولمبيكو. إذا ما فاتتك الانطلاقة فلا داعي للقلق، لأن المباراة بدأت للتو. مورينو، رمية جانبية، وصلت إليه. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. ركنية قصيرة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، ويلعب العرضية. مورينو يبحث عن المهاجم، الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. كرة طولية من الحارس، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. جرانت، تلعب الكرة إلى الأمام، يبعد الكرة بعيدا عن المرمى، تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. موجود يبعد الكرة، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعب الكرة العرضية للقائم الثاني، يقطع الكرة، كرة طويلة للأمام. نصيري، رومان سايس، حكيمي، حكيم زياش، يمر ويلعب كرة بينية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ جرانت، كرة طولية إلى الأمام. مورينو، تمريرة جميلة. تمريرة قوية أكثر من اللازم. فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. حكيمي، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يغير اتجاه اللاعب على الجناح،
تحكم مذهل بالكرة. حكيم زياش يلعب كرة عرضية. الآن فرصتهم للمرتدة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. قد تكون هذه فرصته. فرصة للتسديد. الكرة ملعوبة من مسافة. يتفوق في المواجهة البدنية يحصل على الكرة. كرة بالعرض، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. بإمكانه إبعاد الكرة. كرة تعود إلى منتصف الملعب. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. عدت الكرة. كرة من جهة اليمين. يلعب كرة عرض، كرة رأسية خطيرة. تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. تلعب الكرة إلى الأمام. لمسة بينية. كرة على الجانب. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ جرانت. كرة طويلة للأمام. رومان سايس. يلعبها طويلة. ينجح في تمريرها إلى نصيري. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. ينجح المدافع في تغيير اتجاه الكرة العرضية، تتحول إلى ركنية بعد ذلك. حكيم زياش يلعبها قصيرة. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ تحرك بقوة هائلة. خلص الكرة. يحاول يسدد. مورينو يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. رومان سايس. حكيمي. كرة طولية إلى الأمام. كرة مقطوعة بامتياز. يلعب كرة عرضية داخل ال 18. حكيمي.
يحاول أن يلعب كرة بينية، تمريرة جميلة، يلعب كرة داخل الصندوق. كرة طولية في المساحة الخالية، والكرة في المساحة. ياسين بونو يوقف الكرة، حكيم زياش، حكيمي، حكيم زياش، حكيم زياش يلعب الكرة، يبعد الكرة إلى بر الأمان، وعرضية من جديد، عرضية لكن يمسكها الحارس. جرانت، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ تمريرة طويلة في اتجاه ممتاز إلى زملاء في الفريق، بالتأكيد لن يكونوا راضين عن مثل هذه التمريرات. حكيم زياش، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. حكيمي يلعب كرة بينية ثم كرة عرضية، إبعاد خاطئ، يستعيد الكرة مرة أخرى، قطع مسافة كبيرة بالكرة، يا له من تفاهم جميل. تغيير لاعب على الأجنب، يلعب كرة على اليسار، يرفعها داخل 18، ينجح في بعادها عن مناطق الخطورة. تمريرة بينية، وستكون هنا رمية تماس. رمية جانبية إذن، كرة عرضية، كرة تمر بسلام على المدافعين. حكيم زياش يلعب كرة للجانب الأيمن، جرانت، حكيمي، حكيم زياش، حكيمي، زياش، حكيمي، ناجح الكرة، الكرة ملعوبة إلى حكيمي. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، رمية جانبية، كرات كثيرة تقطع في وسط الملعب، بالتأكيد هذا يؤكد على التنظيم العالي جدا في هذه المباراة.
حكيم زياش. حكيم زياش تحكم مذهل بالكرة، محاولة تمرير كرة فاتت ومرت وصلت إليه، يسيطر على الكرة. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. جرانت يلعب كرة طولية للمنطقة الأمامية. حكيمي كرة طويلة للأمام، تلعب الكرة إلى الأمام، تلعب الكرة إلى الأمام. انصيري يحاول تمريرها من بين المدافعين، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد. رومان سايس كرة طويلة للأمام، يلعب كرة بينية، إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. تمريرة بينية، لمسة في المساحة الخالية، حكيمي جرانت يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. كرة خط، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة بعيدة تماما عن المرمى، اللمسة الأولى لم تساعد، جعلت الأمر صعب عليه ولم يتمكن من استغلال الفرصة. حكيمي من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فرصة هجوم معاكس، يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق. انصيري يمر ويلعب كرة بينية، الله يا ولد شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. وهذه رمية جانبية،
حكيم زياش، كرة طولية إلى الأمام، أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم. مرت الكرة بشكل جميل، لعبة عرضية إلى داخل ال 18. حكيم زياش تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. مرت الكرة، حكيمي يلعب كرة إلى الوراء، زياش كرة إلى الأمام، كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. تغيير لاعب على الأجناب، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، عدت الكرة، تسديدة من أول لمسة، ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، حكيم زياش، حكيمي يتسبب في احتساب المخالفة، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. تلعب الكرة إلى الأمام، لمسة بينية، كرة طويلة إلى الأمام، والكرة في المساحة، تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. قد تكون هذه فرصتهم، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ مرت الكرة، لاعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، حكيم زياش، معه الكرة ولديه المساحة ليشكل خطورة، يلعبها لمنطقة الخطر، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كرة طولية مباشرة للأمام، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. زياش، حكيم،
حكيمي يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، والعرضية يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. تغيير اللعب على الأجناب، حكيم زياش عدى من جهة اليمين ينتظر مساندة أكبر. إمكانية مرتدة الآن، تناقل جيد الكرة، يفقد توازنه، يحتسب الحكم ركلة حرة. تغيير لاعب على الأجناب، يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة طولية إلى الأمام يحصل عليها رومان سايس. رومان سايس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، تمريرة جميلة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة بينية طويلة، يتواصل اللاعب برمية التماس مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى، تحكم مذهل بالكرة، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب، يلعبها إلى منطقة الجزاء، يبعدون العرضية، كرة طويلة للأمام. حكيم زياش يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. حكيم زياش يلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، حكيم زياش، حكيم زياش إلى خارج المرمى، كان أمام المرمى مباشرة، بصراحة كان عليه هو أن يسجل. يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع، مورينو فاتت ومر تسديدة، حكيمي وصلت إليه، انطلاقة من جهة اليمين، تغيير لاعب على الأجناب، الكرة داخل منطقة الجزاء، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، كرة طولية إلى الأمام،
بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. كرة إلى الأمام، حكيمي، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. حكيم زياش قد يلعب كرة عرضية الآن. حكيمي، حكيم زياش يلعب عرضية داخل ال 18. يلعبون ركنية قصيرة، يلعب كرة عرضية، ركنية جديدة. خلص الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية. العرضية انصري، تصدي رائع جدا من الحارس، ابداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردود افعاله، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. خلص الكرة ونجح في ابعادها. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة على الطرف، كرة بالعرض، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. رومان سايس، رومان سايس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يوسف انصيري، كرة من جهة اليمين، لمسة بينية مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. تلعب الكرة إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمر ويلعب كرة بينية، لديه فرصة عرضية من الجانب، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. زياش، يسيطر على الكرة، ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. حكيم زياش، جرانت في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. أعتقد أنها من سيستلم هذه التمريرة الطولية.
يلعبها ببراعة. أوه، تصدي غير عادي من حارس المرمى. إنقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. عدت الكرة. مورينو. كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. يلعب العرض، هذه ضربة رأسية. كان في موقع جيد حقا. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. حكيمي. يسدد الكرة. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. مورينو. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. حكيم زياش. انصيري. حكيمي. كرة اجتازت الخط، حولت إلى رمية التماس. رمية جانبية إذن. إيقاع جميل، لعب على الجهة اليسرى وهذه أخطر كرة في المباراة. يلعب كرة بينية، لمسة في المساحة الخالية. خلص الكرة ونجح في إبعادها وينجح في استعادة الكرة سريعا. مورينو. قد تكون هاد يحاول أن يسدد الكرة من هنا. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات، يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كرة طويلة للأمام. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. فاتت ومرت وصلت إليه. تألق غير عادي من الدفاع في مباراة اليوم. تلعب الكرة إلى الأمام. كرة طولية إلى الأمام. هجمة مرتدة الآن. رومان سايس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟
يمر ويلعب كرة بينية. رومان سايس، حكيم زياش، حكيمي، حكيم زياش. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، كرة عرضية يلعبها ببراعة، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. جرانت، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. هنا كرة عرضية، كرة تمر بسلام على المدافعين. كرة للمنطقة الأمامية. مورينو، تسديدة من أول لمسة، تحرك كان رائع من الحارس، ينجح في الوصول للكرة. تلعب الكرة إلى الأمام ويلعبها للجانب الآخر من الملعب. حكيمي، جرانت، يسعى لعبها مباشرة إلى الأمام. كرة طويلة للأمام، يستمر في المحاولة في الركض بالكرة، يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان. كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. عرضية داخل، يا إلهي، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. والتسديد، الحارس مرة أخرى ينقذ فريقه من كرة خطيرة. تسديدة رائعة، لكن التصدي كان أروع من حارس المرمى، ردة فعل في منتهى الروعة بصراحة. وصلت إليه فرصة للتسديد، يبعدونها إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس.
يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. حكيمي، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ رومان سايس، حكيم زياش يبحث عن زميله. حكيم زياش، الله على الكرة، جميلة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ لعب في وضعية رائعة جدا لمنع الكرة الأخيرة. وعرضية مرة ثانية، يبعد الكرة بعيدا عن مناطق الخطورة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. حكيم زياش نجو من هدف محقق. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. لمسة بينية. كرة طولية إلى الأمام. يسيطر على الكرة. مرت الكرة. عرضية داخل منطقة الجزاء. حصلوا على رمية جانبية. تغيير اللاعب على الأجناب. عرضية، يبعد الكرة إلى بر الأمان. تعود مرة ثانية، ينجح في إبعاد الكرة. وكرة عرضية، يبعد الكرة إلى بر الأمان. يلعب كرة عرضية إلى القائم البعيد. يلعبها طويلة على الطرف. يحصل على المساحة. تدخل كان برعونة. في أي تألق في مباراة اليوم، أي روح عالية، أي قتالية. هدفين مرة أخرى في غضون دقائق. الكرة توضع في أفضل مكان. عندما نكون لاعب يولد داخل منطقة الجزاء، هذا هو الهداف، وهذه الطريقة الاستثنائية في استغلال الفرص. كرة في منتهى الروعة. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. ضغط قوي وينجح في استعادتها. كرة من جهة اليمين، يحاول أن يلعب كرة بينية. جنوب أفريقيا يحصل على الكرة مرة أخرى.
يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. كرة عرضية. يحاول تمريرها من بين المدافعين. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. جرانت. قد يلعب كرة عرضية الآن. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ تغيير لاعب على الأجناب. يستعيد الكرة بسرعة. فرصة أخرى. تلعب الكرة إلى الأمام. لمسة إلى الهجوم. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. حكيمي. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ قد تكون هذه فرصته. وصلت إليه. انصري. ويعود بالكرة إلى الوراء. يلعب كرة على اليسار. جرانت يبعد الكرة ويبعد الخطورة عن مرمى فريقه. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. يفكر في تمرير الكرة. يمر ويلعب كرة بينية. الكرة ملعوبة من مسافة. ينطلق إلى الأمام بسرعة مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. يلعب كرة بينية. يا له من تفاهم جميل. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. إلى خارج المرمى. تعامل غير عادي مع الكرة، لكن في الأخير فشل في تسجيلها. حكيم زياش. تحرك سريع إلى الأمام. يسيطر على الكرة. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. مرت الكرة. ها هي التسديدة. الكرة الخطيرة بعيدة تماما عن المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب، وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. حكيم زياش يلعبها لمنطقة الخطر. عدت الكرة. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. حكيمي. فاتت ومرت وصلت إليه. والكرة العرضية. جرانت يبعد الكرة.
زياش وتلعب عرضية أخرى بالكاد نجح في إبعاد الكرة. يستعيد الكرة سريعا. كرة إلى الأمام. كرة طولية إلى الأمام. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. كرة طويلة للأمام. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. مورينو. ينجح في تمريرها إلى مورينو. محاولة تمرير كرة. تمريرة جميلة. رومان سايس. حكيمي. لمسة بينية. كرة طولية من الحارس. كرة كانت في منتهى خطورة لكن الدفاع اليوم في أفضل أحواله. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. إلى خارج أرضية الملعب تحولت إلى رمية تماس. يتفوق في المواجهة البدنية. خلص الكرة ونجح في إبعادها. جرانت. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. كرة على الطرف. كرة بالعرض. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. رومان سايس. رومان سايس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يوسف نصيري. كرة من جهة اليمين. لمسة بينية مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء.
تلعب الكرة إلى الأمام. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يمر ويلعب كرة بينية. لديه فرصة عرضية من الجانب. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. زياش. يسيطر على الكرة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. حكيم زياش. جرانت في المكان المطلوب للتغطية بشكل صحيح. أعتقد أنها من سيستلم هذه التمريرة الطولية. يلعبها ببراعة. تصدي غير عادي من حارس المرمى. انقاذ ممتاز من جانب حارس المرمى مع تألق المدافعين. عدت الكرة. مورينو. كرة جميلة على الجهة اليمنى. هذه فرصة خطيرة. يلعب العرض. هذه ضربة رأسية. كان في موقع جيد حقا. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. حكيمي. يسدد الكرة. الله على هذا التألق، على هذا الحارس، على هذه المباراة الكبيرة اللي يقدمها الجول كيبر. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من حارس مرمى. مورينو. كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. حكيم زياش. انصيري. حكيمي. كرة اجتازت الخط حولت إلى رمية التماس. رمية جانبية إذن. إيقاع جميل. لعب على الجهة اليسرى وهذه أخطر كرة في المباراة. يلعب كرة بينية. لمسة في المساحة الخالية. خلص الكرة ونجح في إبعادها. وينجح في استعادة الكرة سريعا. مورينو. قد تكون هاد. يحاول أن يسدد الكرة من هنا. حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. ردة فعل غير عادية اليوم في هذه المباراة بالذات. يظهر لك مدى براعة هذا الحارس. كرة طويلة للأمام. الحكم يشير إلى وجود خطأ. ضربة حرة. الثاني. المغرب بعد أن عاش شوط أول عصيب
هل سيعود مع سيناء في المباراة من جديد في الشوط الثاني؟ حكيمي، حكيم زياش يلعب رمية التماس، حكيم زياش لا يمكن إهدارها، خلص الكرة، المغرب يحصل على الكرة مرة أخرى. تنتهي الهجمة هنا قبل أن تصبح أكثر خطورة. حكيمي، حكيم زياش، حكيمي، حكيم زياش، يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. وستكون هنا رمية تماس. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. ثم كرة عرضية. يتم احتساب ركنية. يبعدها بقبضة يده. تغيير لاعب على الأجنب. رومان سايس في المكان المطلوب للتغطية، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. كرة طولية من الحارس. رومان سايس، حكيمي، حصلوا على رمية جانبية. حكيمي، كرة تعود للخلف، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، يرسلها إلى منطقة الجزاء وينجح في استعادة الكرة سريعا. يمر يلعب كرة بينية، كرة تمر من الجميع، يمرر كرة ولكنها بعيدة جدا. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية، أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، على الطاير، كان في أفضل مكان لتسجيل هذه الكرة، كان في مكان خطير جدا أمام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافة، لكنه ضيعها بطريقة غريبة جدا. كرة طويلة للأمام،
تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن، ويلعب العرضية. يوسف النصيري، جرانت، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ينقل الكرة للجانب الآخر. مورينو، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. كرة على الجانب، فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. ينجح في لعب كرة عرضية. الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا. جرانت، جرانت يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. رومان سايس، كرة طولية إلى الأمام، يلعبها طولية. تغيير جميل للعب. حكيمي، حكيمي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. زياش، الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. أبعدوها. يرسلها بعيدا عن مناطق فريقه. الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ جرانت، رومان سايس، حكيمي، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. يلعب كرة بينية، كرة من جهة اليمين. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ حكيمي يلعب كرة إلى الوراء. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. حكيم زياش، تغيير لاعب على الأجناب. يغير اتجاه اللاعب على الجناح. تمريرة جميلة. وان تو جميل، ويلعبها عرضية. يستعيد الكرة بسرعة. يلعب كرة طويلة. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة.
مورينو يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. تحكم مذهل بالكرة. يلعبها طولية. يخلص الكرة عن مناطق الخطر. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. حكيم زياش. كرة طويلة للأمام. كرة طولية إلى الأمام. يحاول أن يلعب كرة بينية. كرة في المساحة الخالية مع النصيري. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. الكرة ملعوبة إلى النصيري. يبعدون العرضية. زياش. يحتسب الحكم ركلة حرة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة مقطوعة بامتياز. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يحاول لعب الكرة العرضية إلى المنطقة من هنا في هذا المكان. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يوسف النصيري. حكيم زياش. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. تلعب الكرة إلى الأمام. يبحث عن حلول. كرة طويلة للأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. يلعب رمية التماس. كرة طولية إلى الأمام. وتخرج الكرة إلى رمية جانبية.
جميلة، تسديدة أجمل. ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. رومان سايس يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يوسف نصيري، نصيري لمسة على اليسار، عنده مساحة خالية على الطرف، لم تمر الكرة العرضية، تبعد بعد ذلك إلى ركنية، ركنية قصيرة، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. كرة على الطرف، لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. لم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ، ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. بإمكانه إبعاد الكرة. كرة طويلة إلى الأمام، يسعون لاستغلال المساحة الخالية. ينقل كرة للجانب الآخر. كرة طولية إلى الأمام. الآن يسعى ليلعب كرة داخل، يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. الكرة التي تقريبا لم تمثل مشكلة بالنسبة له كحارس مرمى. عمل كبير جدا ولكن في الأخير لم ينجح في استغلال الكرة. يلعبون ركنية قصيرة. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. موجود إبعاد الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. خسر المواجهة أمام خصمه. حكيمي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. تلعب الكرة إلى الأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. سيستلم هذه التمريرة الطولية. كرة طويلة للأمام. إنصيري يندفع بقوة إلى الأمام.
عدت الكرة. لدينا خطأ الآن، هل كانت الله، من أين لك هذا؟ من أين؟ رأسية مذهلة لن تسبب أي إزعاج الحارس. رومان سايس، بطولة من أكبر. يمر يلعب كرة بينية، لمسة بينية وعرضية. رومان سايس، حكيمي، حكيم زياش، حكيمي زياش، انطلاقة من جهة اليمين. حكيم زياش يلعب كرة عرضية. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. بطولة تلعب الكرة إلى الأمام. الله، يا ولد، اعتقد انها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة، يطلق صافرته. نعم، كرة من جهة اليمين، حكيم زياش. يبحث عن زميله عند المساحة الخالية على الطرف. يمر يلعب كرة بينية، يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، وهذه رمية جانبية. رومان سايس، حكيمي، يمررها له بشكل جيد. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية.
لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. انصري يلعب رمية التماس، تسديدة من أول لمسة، الكرة إلى خارج المرمى. مرت الكرة بشكل جميل، تمريرة جميلة، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، تغيير لاعب على الأجناب، كرة طولية في المساحة الخالية، إبعاد ناجح للكرة. رومان سايس، حكيم زياش، عمل كبير، يا سلام على المهارة في انتظار الكرة العرضية. يلعب كرة عرضية، لكن الكرة العرضية يتم إبعادها، يبحث عن المهاجم. الآن إمكانية المرتدة، يحتسب الحكم ركلة حرة. يبعد الكرة بشكل رائع، يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية، حكيم زياش، رومان سايس، حكيم زياش، مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. جرانت، كرة طويلة للأمام، تدخل جميل واعتراض أجمل، يتدخل بشكل قوي جدا. يلعب كرة على اليسار، يلعب كرة بينية، قد يلعب كرة عرضية الآن. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب، يلعب كرة على اليسار، يلعب العرضية. زياش، حكيم زياش، إلى خارج المرمى. كرة جميلة تستحق الإشادة بصراحة، سدد من هذا المكان لكن في الأخير لم ينجح في التسجيل. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة طولية إلى الأمام،
الكرة للجناح، مرت البينية بشكل جميل، وصلت إليه، ينجح في المرور، كرة عرضية، كرة مقطوعة بامتياز، يلعب كرة على اليسار، والتسديد. كرة ملعوبة إلى نصيري. الكرة ملعوبة من مسافة. جرانت. يلعبها عرضية. كرة طولية من الحارس. يلعب كرة طويلة، يبعدونها، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. حكيمي. حكيم زياش. جرانت. يتعثر ويفقد توازنه، مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. تغيير لاعب على الأجناب. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. جرانت. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. محاولة من جهة اليسار، وأجمل بينية، يحاول تمريرها من بين المدافعين، ويلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. تلعب الكرة إلى الأمام. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. حكيم زياش. انصيري. كرة طويلة للأمام، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. فرصة للتسديد. سيستلم هذه التمريرة الطولية، يحاول أن يلعب كرة بينية. زياش يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء. تشتيت الكرة، وستكون هنا رمية تماس. تغيير لاعب على الأجناب.
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. حكيمي انصري لم يتعامل معها بشكل جيد. جرانت كرة طويلة للأمام. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ كرة طولية إلى الأمام، يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. يلعب كرة انصري، لم تنجح هذه الكرة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، يبحث عن الحلول الآن. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. كرة إلى الأمام، ينطلق إلى الأمام بسرعة. تمريرة بينية، حكيم زياش يرسل كرة، نجحوا في تخليص كل الكرات. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. حكيم زياش، حكيم زياش، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. وصلت إليه، تغيير لاعب على الأجناب، يسيطر على الكرة. قد تكون ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. حكيم زياش، يحاول تمريرها من بين المدافعين. مساعد الحكم يعلن عن حالة تسلل. كرة طولية من الحارس، تقدم جميل هنا. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. يوسف انصيري يمر ويلعب كرة بينية، بينية إلى انصيري. حكيم زياش، انصيري ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة.
تلعب الكرة إلى الأمام. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. أوه يلعبها ببراعة. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. الآن فرصتهم للمرتدة. كرة من جهة اليمين. الخطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. يلعب كرة بينية. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ الله على الكرة جميلة. كرة طويلة للأمام. تسديدة في اتجاه المرمى. كانت قوية. يدرك جيدا انه بيسعى ليهز الشباك حتى من هذه المسافة البعيدة. لكنه في الأخير فشل. انصيري. يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. يلعب كرة على اليسار. يلعب كرة على اليسار. يتفوق في المواجهة البدنية. يحصل على الكرة. الحكم يشير إلى وجود خطأ. ضربة حرة. ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. يستعيد الكرة مرة أخرى. لمسة بينية. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. فرصة تسديدة من أول لمسة. ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. وهذه رمية جانبية. قطع الرمية الجانبية. اعتراض كان ناجح. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. بطاقة صفراء كان. انطلاقة من جهة اليمين. يا سلام مجهود رائع منه. يا له من تحرك جميل. فرصة أخرى. ينجح في إبعاد الكرة. يبعد الكرة إلى بر الأمان. كرة اجتازت الخط حولت إلى رمية التماس. لديه فرصة عرضية من الجانب ويعود بالكرة إلى الوراء. أعتقد أنها بالفعل مخالفة. يتفق معي ربما حكم المباراة. يطلق صافرته. نعم. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ يحاول أن يلعب كرة بينية.
يلعب كرة داخل الصندوق. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. حكيم زياش. تلعب الكرة إلى الأمام. زياش يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. لمس انصري كانت تحتاج إلى دقة أكثر. كرة طولية إلى الأمام. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. رومان سايس. حكيم زياش. حكيمي. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يلعب كرة طويلة ويلعبها إلى داخل ال 18. كرة طويلة للأمام. يمر ويلعب كرة بينية. واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. الكرة ملعوبة من مسافة. يلعبها إلى الحارس. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ فرصة هجوم معاكس. تصرف بشكل جيد، نجح في ابعاد الكرة تحت الضغط. كرة طويلة للأمام. يوسف انصيري. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يتدخل ويقطع الكرة. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. مرت الكرة. تمريرة قوية أكثر من اللازم. الله، يحتسب الحكم ركلة حرة.
ممتاز في تشتيت الكرة بعيدا ويعود بالكرة إلى الوراء. تحكم مذهل بالكرة. حكيم زياش. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. الكرة كانت صعبة بالتأكيد، تسديدة قوية لكنها لم تشكل خطر، لم تؤذي حارس المرمى. مثل هذه الكرات يرتاح منها الحارس بالتأكيد. اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. حكيمي، حكيم زياش. كرة طولية إلى الأمام، خلص الكرة. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعب كرة بينية. كرة طولية من الحارس، تلعب الكرة إلى الأمام. الآن فرصتهم للمرتدة. زياش، لمسة بينية، فاتت ومرت وصلت إليه. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. تغيير اللعب على الأجناب، يرسلها داخل 18. يمسك الحارس بالكرة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. حكيمي، رومان سايس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. حكيم زياش في كرة ممتازة على الجهة اليمنى، كرة طولية في المساحة الخالية. كرة من جهة اليمين، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، ينطلق بنجاح. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. حكيم زياش يبعد الكرة عن المناطق. يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه. كرة ممتازة، فرصة، يحاول أن الكرة تضرب في القائم وترتد. مجهود رائع.
يوسف النصيري. مرت الكرة، يقطع الكرة. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. إمكانية فرصة للتسديد. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. جرانت يبحث عن المهاجم، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. كرة طولية إلى الأمام. جرانت تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. قد تكون هذه هي الفرصة الأخيرة، لا يوجد مجال لإضاعة الكرة. إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية تماس. يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. جرانت كرة طويلة للأمام. الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة. حكيم زياش. حكيمي المغرب يجب عليه استغلال هذه الكرة، فرصتهم الأخيرة قبل أن ينتهي كل شيء. جرانت باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. حكيم زياش. حكيمي. حكيم زياش. الوقت يداهمهم، يجب عليهم نقل الكرة إلى الأمام بشكل سريع. تغيير لاعب على الأجناب. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. كان يريد أن يلعب الكرة البينية لكنها ضاعت. جرانت من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة على الجانب. لحظات الأخيرة، الأمال مشتعلة، ولكن عليهم أن يكونوا في لحظات تركيز في هذه الكرة، نكون أو لا نكون. حكيم زياش. حكيم زياش أفقد الخصم التركيز، التوازن. كرة طويلة إلى الجناح.
الكرة تعود إلى منتصف الملعب، يحاول تمريرها من بين المدافعين. حكيمي، تلعب الكرة إلى الأمام، يلعب كرة على اليسار. يرسل تشيب باس إلى الجناح. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ قراءة ممتازة من الدفاع. إعاقة في منطقة. حكيمي يلعبها لمنطقة الخطر. فرصة خطيرة، انصري. الكرة القريبة لكنها لم تسجل، وللأسف في كرة القدم لا مجال لاحتساب الكرات السانحة للتسجيل. كرة طولية إلى الأمام، وتخرج الكرة إلى رمية جانبية. حكيم زياش، كرة إلى الأمام، هجمة مرتدة الآن. انطلاقة خطيرة، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، وصلت إليه. حارس متألق وينجح في الحصول على الكرة. كرة جميلة، فرصة للتسديد. ضغط قوي وينجح في استعادتها. إمكانية مرتدة الآن. يلعبها طويلة. تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. يلعبها عرضية. الحارس يبعدها بقبضة يده. وعرضية من جديد. انصري، بعيدة تماما عن المرمى. مرت الكرة بشكل جميل. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. من الواضح جدا أنهم يسيطرون تماما على مجريات اللعب. تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض. يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم.
يحاول استفادة من زميلة في جانب الملعب. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. قد يلعب كرة عرضية الآن، يرسلها عند القائم البعيد، أبعدوها. يحاول أن يلعب كرة بينية، كرة عرضية، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ جرانت، كرة من جهة اليمين، حكيمي، كرة طولية إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تمريرة قوية أكثر من اللازم، مع مزيد من الفرص إلى الركنية. ملعوبة قصيرة من حكيم زياش، جرانت، مورينو، خطورة كانت كبيرة لكن ينجح في منعها. حكيم زياش خسر المواجهة أمام خصمه. جرانت، تلعب الكرة إلى الأمام، كرة طويلة للأمام، تصرف بشكل جيد، نجح في إبعاد الكرة تحت الضغط. حكيم زياش، كرة جميلة على الجهة اليمنى، هذه فرصة خطيرة. يلعب كرة عرضية، الحارس يبعدها بقبضة يده، يسدد الكرة، الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى، لم يكن في الإمكان بأفضل مما كان، لذلك قام بتسديد الكرة، وكانت محاولة خطيرة لكنها لم تنجح. جرانت يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، يسيطر على الكرة. تغيير لاعب على الأجناب، مرت الكرة، الله ما أروعك، صمام الأمان للفريق يقطع الكرة. حكيمي، حكيم زياش،
يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. يمر ويلعب كرة بينية، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. يحاول تمريرها من بين المدافعين. حكيم زياش. يلعب رمية التماس. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا. كرة طولية إلى الأمام. رومان سايس، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ مورينو. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. كرة طويلة للأمام. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. عرضية داخل. انصري! ليس في هذه المرة، الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. وترجع الكرة إلى الحارس. يلعب الكرة إلى الأمام، يتدخل لينهي الهجمة قبل أن تشكل خطرا على فريقه. حكيمي. كرة طولية مباشرة للأمام. إيقاف الهجمة في الوقت المناسب قبل أن تكون الأمور أكثر صعوبة. يلعبها طويلة. يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. زياش.
يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. لديه فرصة عرضية من الجانب، يلعب كرة بينية. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. حكيم زياش، حكيمي، تغيير جميل للعب. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. لمسة بينية. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. حكيم زياش، زياش، تمريرة جميلة. حكيمي يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات، يستعيد الكرة بسرعة. كرة طويلة للأمام، محاولة من جهة اليسار. تحكم مذهل بالكرة، ثم الكرة العرض. انصري، تدرج جميل بالكرة، إيصالها المنطقة بشكل جيد، لكن اللمسة الأخيرة لم تكن موفقة. مورينو، يا إلهي، ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. يحاول استفادة من زميله في جانب الملعب. حكيمي، كرة طولية إلى الأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ضغط قوي وينجح في استعادتها. 1-2، جميل. ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم. يحتسب الحكم ركلة حرة.
كرة طولية من الحارس. حكيمي، حكيمي يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. خلص الكرة ونجح في إبعادها. هذه الفرصة الأخيرة لتغيير كل شيء في مباراة اليوم. يلعب كرة على اليسار. كرة طولية إلى الأمام. رومان سايس تلعب الكرة إلى الأمام. حكيم زياش يحاول تمريرها من بين المدافعين. كرة مقطوعة بامتياز. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يمر ويلعب كرة بينية. لعبة عرضية إلى داخل ال 18. حكيم زياش كرة طويلة للأمام. حكيمي، حكيم زياش أعتقد أنها بالفعل مخالفة يتفق معي. كرة طولية إلى الأمام. الله على اللعبة الجميلة. ضغط قوي وينجح في استعادتها. رومان سايس. حكيمي. حكيم زياش. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يرسلها إلى منطقة الجزاء. يلعبون ركنية قصيرة. مرت الكرة. النصيري يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. يبعد الكرة عن المرمى. يلعب كرة بينية. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة. تلعب الكرة إلى الأمام. كرة طويلة للأمام. لمسة بينية. يسيطر على الكرة. عدت والتسديد. كرة تمر بسلام على المدافعين. يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. كرة من جهة اليمين. كرة عرضية. ينجح في تشتيت وإبعاد الكرة. يوسف النصيري. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. كرة من جهة اليمين. احتكاك بدني كبير، التحام قوي بين اللاعبين هنا.
حكيم زياش. تغيير اللعب على الأجناب. مورينو. ها هي التسديدة الكرة الخطيرة. رومان سايس. حكيم زياش. حكيمي يتعثر ويفقد توازنه. يعدي إلى منطقة الجزاء. يلعبها عرضية. كرة تمر بسلام على المدافعين. مرت الكرة بشكل جميل مع كرة خطيرة وفرصة للتسجيل. موجود لإبعاد الكرة. حكيمي. مورينو. جرانت. يحاول أن يلعب كرة بينية. يحصل عليها حكيم زياش. حكيمي. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. حكيم زياش. يحتسب الحكم ركلة حرة. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار انذار شفهي للاعب. الكرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. يمر ويلعب كرة بينية. أي دفاع هذا؟ أي قوة؟ أي صلابة؟ أي جدار هذا؟ حكيمي. حكيم زياش. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. حكيمي. زياش. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة العالية. رومان سايس. يلعبها طويلة. مساحة خالية على الجانب. ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. حكيمي.
حكيمي، حكيم زياش، ينطلق بنجاح. يا إلهي ما أجمل هذه الكرة اللي يقدمونها الآن. حكيم زياش، الله، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ يلعب كرة طويلة، جرانت يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، سيستلم هذه التمريرة الطولية. حكيمي، كرة طولية إلى الأمام، رومان سايس، رومان سايس يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية، حكيم زياش يخترق من جهة اليمين، هنا كرة عرضية، الكرة ملعوبة من مسافة، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم، تسديدة في اتجاه المرمى، باص سيء لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. حكيمي، زياش، يحاول تمريرها من بين المدافعين، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، كان على وشك استغلال هذا الخطأ. يلعب الكرة إلى الأمام، يخلص الكرة عن مناطق الخطر، نصيري يتسبب في احتساب المخالفة، نجحوا في تخليص كل الكرات. يلعب كرة بينية، حكيم زياش، يلعبها عرضية، حكيمي، حكيم زياش، لمسة بينية، والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه،
حكيم زياش، رومان سايس، مورينو. يا سلام، تمريرة جميلة بذكاء. حكيمي، حكيم زياش، حكيم زياش يبحث عن زميله. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، حكيم زياش. يتحرك لوحده، يهاجم، أفقد الخصم التركيز، التوازن، حكيم زياش. يحاول أن يلعب كرة بينية، يلعب كرة بينية، ليس متسللا هنا، لديه فرصة عرضية من الجانب. قد تكون هذه فرصته، فاتت ومرت، وصلت إليه. كارثية في مباراة اليوم، تمريرات كثيرة خاطئة. تغيير لاعب على الأجناب، تحكم مذهل بالكرة، وصلت إليه. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء. الكرة ملعوبة إلى الأمام، يمر ويلعب كرة بينية، كرة خطيرة على اليسار، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. الحكم يشير إلى وجود خطأ ضرب. لمسة بينية عند المساحة الخالية على الطرف، محاولة تمرير كرة. الله على التدخل في هذا الوقت الحاسم، في هذا الوقت المثالي. رومان سايس، مورينو، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. رومان سايس، كرة طويلة للأمام،
يرسلها داخل 18. تعود الكرة إليهم مرة أخرى. زياش، حكيم زياش، حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينا. إبداع كبير من حارس المرمى في مباراة اليوم. لاحظ معي ردوده فعالة، لاحظ معي تحركاته، تألقه، ثباته، شخصيته في هذا اللقاء. والآن الكرة ملعوبة للأمام. جرانت، يلعب كرة طويلة والكرة في المساحة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. حكيمي، تلعب الكرة إلى الأمام. الله على الكرة، جميلة. يستعيد الكرة سريعا، كرة طويلة للأمام. يحاول تمريرها من بين المدافعين، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ يلعبها طولية. فرصة خطيرة، هنا كرة نحو الأمام لكنها لا تصل بالشكل المطلوب. خسر المواجهة أمام خصمه. بإمكانه إبعاد الكرة، يحاول تمريرها من بين المدافعين. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. يحاول أن يلعب كرة بينية. لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. كرة مقطوعة بامتياز. لمسة بينية، مرت الكرة. فرصة مهمة للعب الكرة العرضية. مرت الكرة بشكل جميل. كرة على الطرف، يحاول الاستفادة من زميله في جانب الملعب. تمريرة جميلة. الآن يسعى ليلعب كرة داخل منطقة الجزاء. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. حكم يكتفي ببعض الكلمات موجهة للاعب، لكن عليه أن يحذر أي تدخل آخر، ستكون بطاقة ربما حاضرة. وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة.
كرة طولية إلى الأمام، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تمريرة بينية،